علمت امبارح ان ابويا متوقع ان يكون هو شهادة وفاته بطاقته الحاجة كلها جهزتها. وجاي النهارده الصبح واحد اتصل بي، واحد صاحبي من الجيش قال له في بلدكم في واحد شهيد اسمه محمد احمد حسن عطوه، جاء لي على البيت على طول. ابوه قلت له اه هو، قلت بكلم واحد من الجيش عايز يكلم، كلمني خد بياناتي البنت بتاعت ابويا مليتها له، قال صحيح هي، تاريخ ميلاده، رقم بطاقته، تاريخ استشهاده. قلت له اه هو، قال طب ابن ابوك الله يرحمه وخليك واصل معانا واحنا هنكلمك تاني، وخد رقم تليفون. النهارده ما عرفت بالخبر، حسيت انني ابويا لسه ميت النهارده، لانني بقي لي 41 سنه على امل انني الاقي جثه ابويا. كل ما اروح اي واحد يتوفى اروح الجنازه، الناس تروح تزور ابوهم تزور امهم، انا كان نفسي يقول لابويا قبل اروح اقرا له الفاتحه، منين ما اروح المقابر اروح الاعياد المناسبات. الامنيه دي الحمد لله اتحققت لي، بس للاسف الجيش قال احنا دفناه. بس انا بناشد سياده المشير الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يوافق ان رفات ابويا تيجي تاني وتندفن هنا في مقابرنا هنا مقابر العائله. طبعا شعوري يعني فرحان سعيد قوي، مش كنت مصدق يعني ان يعني ابويا يعني بعد كله بعد 41 سنه. على سيدنا